بالمناسبة كمان قرر كابتن محمود الخطيب تشكيل لجنة بتضم كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر لجماهير النادي الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات طبعا الكاف والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. وطبعا من الطبيعي جدا أن النادي الأهلي يهتم بكل الجماهير وكل التفاصيل المتعلقة بسفرهم إلى المملكة المغربية. كويس، خلينا بقى ننقل برضو السولة السولة هي السولة واضحة كده والله السولة واضحة والله النهاردة أنا صاحية فعلا تعبانة.